للمزيد من المتابعة حول ذلك الخبر ينضم إلينا هاتفيا من هيرفرد الألمانية السيد حسين خضر نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكي الديمقراطي. سيد حسين أرحب بك على إكسترا نيوز، وهذه التصريحات التي جاءت عقب هذه المقابلة بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والمستشارة الألمانية ميركل في برلين، هل لها صدى؟ هل لها انعكاس على حل الدولتين؟ هل لها انعكاس على هذه الـ يعني الحوادث الأخيرة فيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وبين الفلسطينيين؟ الخير يا فندم، هي هيكون طبعا أكيد ليها انعكاس، ولكن كان واضح جدا اليوم التخوفات اللي موجودة عند ملك الأردن، حيث أنه وصف الوضع في الأردن حاليا أثناء كلمته بأن الأردن محشور بين المطرقة والسندان، وهو ذكر أيضا مشاكل أخرى ليس فقط المشكلة الإسرائيلية أو المزاعم أو خطط نتنياهو، ولكنه أيضا ذكر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عامة، الحرب السورية، تنظيم داعش، التوتر الإيراني الأمريكي والسعودي، أزمة اللاجئين، وتخوفاته ان كمان الاكبر اللي بتشكل له حاله قلق كبيره جدا هي ان خطه نتنياهو في تغيير خريطه المنطقه، انه يتم تنفيذها او يقوم بتنفيذها. هو ذكر ايضا ان الاردن او المنطقه المزعوم ضمها هي تعتبر بمثابه الجذور لنصف سكان الاردن، وبالتالي في حاله غضب كبيره جدا في الشارع الاردني وحاله خوف كبيره جدا في الشارع الاردني، واللي بدورها بتأثر على أي حل سلمي أو سياسي في المنطقة. نعم، وربما أستاذ حسين أهمية هذا اللقاء، أهمية هذا الاجتماع أنه يأتي بعد تصريحات نتنياهو أو وعود نتنياهو من أنه سوف يضم الضفة الغربية وغور الأردن إلى إسرائيل عقب إذا ما نجح في هذه الانتخابات. إلى أي مدى يمكن لألمانيا أن تتدخل، أن تمثل وسيطا نزيها لحل هذه الأزمة والضغط على نتنياهو كي لا ينفذ وعوده إذا ما فاز في هذه الانتخابات الجارية الآن؟ اعتقد ان هيكون في دور سياسي او دبلوماسي للاداره الالمانيه، وده اللي طلبه وذكره النهارده ملك الاردن في كلمته، وذكر كل الحاضرين ان بينه وبين اسرائيل معاهده سلام من 1994، وان الاداره الاردنيه عايزه او ترغب في الحفاظ على هذه المعاهده، ولكن في ظل هذه الخطط التي يرغب بتنفيذها نتنياهو يوجد تأجج شعبي اللي بدوره هيأثر على المناخ السياسي وعلى المعاهده نفسها، وهو يخشى اي توتر عسكري في المنطقه. وذكر ايضا ان الوضع في الاردن حاليا وضع صعب جدا، وذكر في كلمته ان عنده موارد بشريه كبيره جدا، ولكن ينقصه المعادن، ينقصه الصناعه، التجاره، مصادر الدخل، وبالتالي طلب ايضا الى جانب الحل السياسي والدبلوماسي من الاداره الالمانيه او التدخل السياسي من الاداره الالمانيه لحل الازمه، ايضا طلب دعم مادي من المانيا، وبالتالي وافقت المانيا على اعطائه 384 مليون يورو كبرنامج تنميه لتنميه الاستثمار وخلق فرص للاردنيين في الاردن، وايضا وافقت المستشاره الالمانيه على اعطائه 87 مليون يورو قرض، ولكن هذا كان في مقابل مراكز الاستطلاع العسكريه الالمانيه هناك لمتابعه الاوضاع في المنطقه، وايضا متابعه رباط جماعه داعش. فليس الاردن فقط من يخشى من اي تطور او تطور او حاله قلق في المنطقه، ايضا الاداره الالمانيه قلقه جدا بشان الوضع هناك، لان هذا سوف يؤثر على جميع الازمات الموجوده حاليا، سواء القضيه بتاعت الخاصه بالجماعات الارهابيه زي داعش، او المصالح اللي موجوده هناك، او زياده عدد اللاجئين اللي ممكن لو في اي تدخل عسكري يأتوا الى اوروبا، وايضا اللاجئين الموجودين حاليا داخل الاراضي الاردنيه. فمنذ عام 1948 ونحن نعلم جيدا ان العديد من الفلسطينيين ذهبوا الى الاردن واصبحوا هناك لاجئين، وايضا منذ عام 2016 ذهب 650 الف سوري الى الاردن. فلو في اي ازمه او نعم سوف تنعكس ذلك على ازمه المهاجرين، وسوف تزيد من معاناه الدول الاوروبيه في ازمه المهاجرين. في كل الاحوال السيد حسين خضر نائب رئيس الامانه الفيدراليه للهجره والتنوع بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وعلى هذه المداخله.